لا لا دي كلمة عندي زوج قراوين هي بس بنت عندي عندها 7 سنين ما تعرفش طوالت طوالت ما عندهاش ما تقولش كلمة والله انا نقول لك في الله بيدي لابس غاية ودير كاس بيضة ودير مواطر ومنه بس انا معيشة من الداخل انا مضبين خليني نتكلم اتكلم واحد ما يقولش انا دافع دوسي تعسكنا روح بويا تعالي تفضل واحد ما يقولش العيب ما قلتش عيب انا يقول انا نقضي حاج كيف يبيدون ما يقولش كلمة العيب الناس كبار لا لا استغفر الناس مخلطة وبنات معاها ورجال بصح قال انا في الجزائر عاد نشتين لا احنا ولدينا انا خصني سكنة كبيرة انا نسكن في الصحن عندي بنت عندها 7 سنين تقرا سنة زوجة وتدي 9 معدل لا وعندي ولد سمو جواد عنده 3 سنين اسمك وشين؟ ميسم عادل عادل الله يرزقنا ويرزقك العدل آمين آمين العدل في الكلام والعدل في الكلام أنا إنسان كوافر وصالح للمجتمع ونعلم الناس يحسنوا منا ومنا عبدي كراني سمعت خلينا نسمعوك عادل إذا كان على السكنة سعد مجد تبوجة كل مرة عنده واحد من الأيام متعهد بزوج ملايين و600 سكن مش ما تعهدش ب 100,000 تعهد بزوج ملايين انا ما فاتوا عليا ما شافوني كل 3 نروح للدائره باش يشوف الدائره مازال ما شتاش يا سي عادل رحت للولايه يعطوني اوراق يقولوا لي روح باش تدخل عندهم شوف دائره يقول لك لا هاد وراقي ما كان يا سي عادل نجيب لك قدرها تاع وراقي ما عندي قدرها واه عندي السكنه على السكنه صح السكنه تكلمت عليها عند ما جيت تبون قال راح ندير 2,600,000 سكنة كاع الطلبات بإذن الله اللي موجودة تغطيها خرجنيش هذا تعهد بهم هو أمام ربي وأمام الشعب يا سيدي نصبروا لهذا السيد عام عامين ونشوفوا تحقق ولا ما تحقق أنت شحال عمرك تبارك الله أنا عندي 28 صبر نصبروا له عام كيتعهد بها وقال لك عندي منين نجيب الدراهم وعندي منين نخدم قال لك أكثر من 500,000 واحد يا سيدي نصبر عام أنا ما عنديش كرياجات بس طاح ما كانش كرياجات وعندي ولد عنده 3 سنين لو يطيح لي مصطح كندير اصبر حتى العام ما حتى يطيح لي ولدي مصطح ما يفوتوش عليا طوني سكنه ما عليش يا سيدي واه انت شحال صبرت انا راني في 3 سنين وراني فري مغبون غير لابس غايه انا من الداخل مضبط صح وكيفاش دروكا تنديروا قال انا خصني انا عندي روسي تاع سكنه خصني تجي عندي لجنه تشوفني خصني يقيموا بيا مرة هام سمعوك المسؤولين تاع الجزائر كل عن طريق التلفزيون هذا انا خصني هام سمعوك هام سمعوك خصني لجنه تاع عندي تشوف الحاله اللي راني فيها يا هام سمعوك انا يا هام سمعوك نبكي نزيد نبكي لهم ولا لا 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 ما تبكيش هذا انا خصني سمعوك هام سمعوك سي عادل هام سمعوك الله يرضى عليك